السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ رب تكونوا بخير. عاملين ايه يا حبايبي؟ رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير يا حبايب قلبي. بصوا كده، احنا معانا حبايبي. قبل اي حاجة كده يا اولاد، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، نصلي على النبي. بصوا يا اولاد، احنا معانا كده شوية الكتاكيت. طبعا احنا اتفقنا مع بعض ان احنا يعني هنشوف الدورة دي كده مع بعض. اسمعوا كده يا ولاد الفيديو للآخر، ان شاء الله تستفادوا مني. بصوا كده حبايبي، احنا حاطين كده شوية علف زي ما انتم شايفين كده. احنا شوية كده نحط لهم العلفات، بركم كده يا ولاد. والده يا ولاد حط لهم المية، ده اللي هو اللي جاي معاهم الطحينة بتاعتهم. ده يا ولاد 5 ايام مدته. انا حطيت لهم النهارده 3 يوم الكيس اهو يا حبايبي. ده لتر من الميه اهو، انا حاطه عليه نص معلقه صغيره من تحت الشاي، وحطيت لهم على طول اهو يا ولاد 5 ايام بس. وبعد كده هنرجع نحط الفيتامين والاملاح المعدنيه بعد ده على طول يا حبايبي. فبصوا كده بقى، احنا هنعمل ايه يا ولاد؟ هنحط كده نقلبه. شايفين كده يا ولاد؟ بص انا كنت حاطه لهم ده، بص مالوه ازاي بتاع ده. هنحطه للطيور الكبيره يعني عشان نعمل حاجه يا ولاد. بعد كده العلفات مش هتحضر مننا حاجه. بصوا بقى يا ولاد، انا عايزاكم تولفوهم على البطاطس المسلوقه زي كده من دلوقتي، تحطها لهم كده فوق العلف عشان يولفوا عليها. بصوا بطاطس صغيره يا ولاد، دي يعني الرخيصه مش غاليه، دي الاربعه ب20 الكيلو، ب5 جنيه الرفيعه اللي زي دي، يعني المكسره مش اللي احنا بنعملها الكويسه دي يا ولاد. على فكره البطاطس دي جميله وبتخلي وزنهم زي الفل. انا سلقه طوله كام واحده من الصغيرين دول، هولفهم كده كل كام يوم. على فكره البطاطس يا ولاد حلوه قوي، بتمنع الاسهال عنهم. على فكره انا بحطها ليه من دلوقتي عشان يا ولاد يولفوا عليها. اي حاجه عايزه تولفوهم عليها حط لهم الحاجات اللي زي كده من دلوقتي. البطاطس طبعا يا ولاد حلوه وجميله وكلها نشويات، يعني مش هتضرهم ولا حاجه. انا هحطها لهم كده فوق العلف يعني ينقوا فيها كده ويولفوا عليها. بصوا كده يا ولاد، احنا بس المهم ان احنا ندفيهم عشان يا ولاد البرد، ولسعة البرد دي بتتعبهم. لان انا والله قبل كده في البرد كنت منزلة شوية، هما مش كتار، بس والله يا ولاد اتلسوحت فيهم. كان الفرخ ايامها كان ب45 جنيه، اللي انا جايبه ده ب33، استغفر الله العظيم. على فكرة يا ولاد، احنا بيغلوا علينا هنا الحاجة عشان احنا هنا طبعا في بعيد قوي، يعني احنا في الصعيد، يعني احنا في محافظة بعيدة. فاحنا على فكرة البورصة بنتابعها، والكتكوت يعني احلى كتكوت اللي هو بتاع الشركة ب27 جنيه. اليوم اللي انا جبته فيه كانت في البورصة ب27 جنيه، لكن احنا هنا اللي بيدهولنا اعطوهولنا ب33. فمش مشكلة يا ولاد، نعمل ايه؟ ربنا معانا بقى، والله المستعان. وبصوا حبايبي كده، حطوا اللايك وحطوا كده الاشتراك، ويا رب الفيديو يعجبكم يا حبايبي. يلا السلام عليكم.